اخيرا وصلنا اربيل بالسلامه والحمد لله على سلامتنا وسلامه الكادر والمتسابقات. مثل ما تشوفون بعد ما وصلنا للاوتيل ارتاحنا، نمنا شويه، اخذنا قسط من الراحه. حاليا راح تكون عندنا جولات. اول شيء راح نسويه نتوجه للمطعم استراحه الطعام، ومن بعدها راح تكون عندنا جوله بالمول حتى اكيد نسد بعض احتياجات المتسابقات، وراح نوافيكم بكل التفاصيل المتسابقه التاليه. خلينا نعرف معنوياتها، جوعان، تحس بالتعب، ما انه اليوم وصلنا من بغداد لاربيل. مرحبا. مرحبا، الحمد لله على السلامه. شكرا. احكي لي شلون معنوياتك، تعبانه، شنو تحسين؟ اي والله شوي تعبانه، ما قدرت كثير ينام، وعربي مات شوي مو كويسه، بس يعني احكي. يعني ما نمتي؟ شوي بس ساعة نمت. الله خير وبركه، يمكن البقيه ما نايمين ابد. اي والله. هسه راح نروح نتعشى ان شاء الله. اي ان شاء الله. وبعدها راح نروح للمول. انا جوعانه. انت كلش جوعانه. يوم خسد جوع. اوكي توجهي للباص، ما اريد اطول عليك، خلي اشوف اللي بعدك. حياتي. هلا. هلا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. نورت اربيل بيكم. تدول قلبك. تسلمين. جوعانه؟ اي والله جوعانين. كلش؟ كلش. تعالي تعالي. شنو المعنويات؟ Really, you are die of hunger, first of all. Okay. خلينا لازم عربي. شو المعنويات؟ والله معنوياتنا كلش زينة خلال فترة التدريب، كان طبعا كلش حلو، استفادينا منها هواية هواية. هسه الحمد لله اليوم جينا الاربيل ارتاحينا وهاي، هسه راح ناكل وناخذ لنا فرة بالمول. اهم شيء شيء على مود الملابس. اهم شيء المول، شيء كلش ضروري، لان عندكم هواية احتياجات، عندكم تصوير، فتحتاجون للشوبينج. اكيد. نموت على الشوبينج حتى لو ما عدنا. مو احنا لازم بالاسبوع مرتين نروح نسوي شوبينج اقل شيء. هاي مشاهدينا الكرام، احنا حاليا بالباص مع المتسابقات الجميلات متوجهين للمطعم. بالبدايه لازم نعشيهم من بعد هذا التعب وطريق ما يقارب اكثر من 6 ساعات، فاكيد هم تعبوا وجاعوا، فراح نروح للمطعم. بعدها راح تكون عندنا جوله كلش ممتعه وياهم للمول. مرحبا. هلا. شلونك؟ الحمد لله. شلون المعنويات؟ كل زينة. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. أول شيء الله يسلمك. احكي لي الطريق، خلي أقعد هيك، احكي لي الطريق. أكثر من 6 ساعات، فاحكي لي معاناتك. شوفي هو الطريق متعب، بس داخل مش... والله قضوها نوم، كلهم قضوها نوم، بس أنا ما نمت، بس أنا المسكينة ما نمت. يعني الكل نام؟ الكل نايم. كلها تقولوا أني وأني. الظاهر نامت، كلكم كنتوا نايمين. كلكم كنت نايمين بس انا الفقيره. ابد ما نمتي؟ انا كنت احافظ على ملكات بنوم. الله اكبر. انتي ما نايمه؟ طبعا راح التقي بيكم واعرف هوايه من التفاصيل. مستعده للشوبينج بعد العشاء؟ طبعا اكيد. هذا امشي العشاء. طبعا جوعانه. انا من البارحه ما ماكله بس على الريوق. هاي شنو؟ اي والله. يخافون عليك حتى تبقين محافظه على رشاقه. انا ما اقدر ابقى رشاقه، اريد اكل. خطيه كل جوعانه سود عليه. اوكي احنا ان شاء الله دقائق متوجهين المطعم لحناكم، بعدها احلى شو كلها تشترين ملابس ومكياج. مكياج مكياجكم. مكياج. تمنى لكم اكيد جوله ممتعه. ننتقل هنا للبنوتات. هلا. اهلا وسهلا. شلونك؟ شكرا زين الحمد لله. عرف بيك؟ فيحاء من ممثله قرميان. يا اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. اول شيء احكي لي معاناتي شوي، الطريق، التعب، وهذه التفاصيل كلها. معاناه لا توصف، يعني ما نمت تعقيبا على كلام ندى. انا ما نمت والله، كان طريق كلش طويل وتعب، بس وما اصلا رغم التعب ان شاء الله. لازم واحد يتحمل. اكيد اكيد متحملين الحمد لله. احكي لي الجوع شلونه؟ الجوع من الصبح بس على الريوق اني ورندا ما ماكلين كل شيء، كل شيء جوع يقرا الف حاليا. احلى عشان عشيكم تريدون تدلون كله ولا ملكاتنا يجوعان. هلا. هلا. شلونك؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. شلون معنويات؟ زين، يعني تعبانين كل يارنا طبعا، كل شوي واحد يقول تعبانه تعبانه. بالريسبشن سمعت البعض قالوا انه ابدا ما نايمين. أنا عادة يعني ما أقدر أنام بالسفر، إذا طيارة وإذا سيارة. داخل الباص حتى أثناء وجودنا ووصولنا للأوتيل من؟ نمت ساعتين أنا. زين. زين ممتاز، ساعتين خير وبركة. طلابة بعد شنو؟ بس مع هذا يعني مبين التعب بوجهنا كلياتنا مثل ما تخالف، مع هذا كلش حلوين. لا تخاف. حياك. جنن. تسلمين. راح تشترون من المول بعد العشاء أكيد. والله شوي
نقص بالملابس، لان ما دام لحقت ابدي والله كل شوي يعني باليوم اقل شيء 3 مرات بنبدل، فاي ضروري جدا الملابس نريد. ضروري لازم يعني ملكه، ولازم تكشخ كل هاي التفاصيل. اي لازم. شفتي الجوع شلون؟ كل جوع، انا ما كنت جوع. اوكي. شنو بالك تعشين اليوم؟ اي حاجة. اي شيء، المهم اكل. انا بالعاده ما عندي يعني مو نحسه ابدا بالاكل، فكل شيء خلوه قدامي مثل طبعي. اي والله ابد. هذا شنو شنو؟ حتى لو خبز ولبن. لهالدرجة جوعين؟ هو احنا يوميا ايش ناكل؟ والله ترى احنا الملكات مظلومات على فكرة، يوميا ترى ينزلونا بس فتوش وتبولة، ينزلون كوم واكل واحنا نشلب بالفتوش والتبولة. استر على نفسك، دا يصيرون كواليس يوميا مال عشاء ودا يشوفون العشاء الميز مليان. انا بالنسبة لي والله صراحة انا البارحة ماريا تشاهد علي، ها البارحة منو اكل ميني برجر وحدة؟ اني هاي. اوكي تمام. شوف بعد البنوتات، هلاو هلاو أميرة الأميرة، خلي أقعد يمج فسخي للشاحن. يلا يلا الحمد لله على السلامة. شكرا. شو المعنويات؟ والله المعنويات زينة الحمد لله. تعباني؟ ايه تعباني، يعني لازم الواحد يتعب حتى ينجح. الطريق أكثر من 6 ساعات. ايه لأن بالباص. ايه والله وما نمنا، بقينا سهرة. قد ما نمتوا؟ لا والله بالباص ما أقدر أنا. زين ومن وصلت الأوتيل؟ نمت ساعتين، ساعة ساعة ونص ساعتين. ممتاز يعني خير وبركة. هلو هلو، شو المعنوي؟ زينة. هدوء بعده، هو معناها مرتاح. بلا مرتاحة، ما دام انا ويا الملكات الجميلات انا كلش مرتاحة. مين انت اساسا بتعشين؟ تتبعين كن حمية غذائية اعتقد؟ بالضبط، حسب الحمية مال الموديل. اوكي. اليوم اكيد بس على الرويوق يمكن؟ حقيقة شيء طبيعي، لازم تعوضين يعني هيك انت ممكن توقعين، لان بكره عندك برنامج كامل وورشه تدريب، ويعني يوم كلش تكون بي لود عليكم، فلازم تاكلين بالعشاء. اليوم اخذت انا مكمل غذائي بروتين، فهسه منتظره العشاء شويه ما اكل سلطه وخلاص. عشاء سلطه. حالياً وين راح تروحون متفقين؟ هلا حالياً أنا اللي بعرف رايحين للفندق. على المول قالوا. للمول. طبعاً. أكو بعض المتسابقات محتاجين شوبينج. أها. تعالي راح تروحون للمول. يعني عندكم جو. جزء نروح للمول بعدين للأوتيل يعني أخيراً. أكيد أكيد حتى ترتاحون كافي لازم. تعب مو طبيعي يعني. الله يساعد. حبيبي. شكراً جزيلاً، صحن على خير. هلا مستمرين ياكم مشاهدينا بجولتنا ف. الجميلة نيران، هلا تفضلي هنا لأن شوية أكو لود متسابقات كلش هواي، وإحنا حاليا بالمطعم فتعرفوا مطعم لود ناس كلش هواي. أول شيء الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شنو هالجمال؟ حياتي خجولة على فكرة، خجولة. احكي لي تعب اليوم. والله صح تعبنا، بس إحنا كلش استفادينا من التدريب، ويوم عن يوم تزيد خبرتنا أكثر. أنا لفتني فتشي مشاهدين اذا تشوفون التاتو، جنن غير قابله للكسر. شنو معناه؟ يعني انه انا لو سويتي يعني كلش قويه وما انكسر ان شاء الله. خلي نشوفه مشاهدينا، كلش حلو طبعا ومميز ومنطقه جدا مميزه. فمن وين استوحيتي هذه الفكره؟ يعني شنو سبب اللي خلاك انه هذه العباره تسويها التاتو؟ انه انا ما انكسر وانا كلش قويه، يعني الحياه نصح عمري صغير بس يعني اكبر من عمري، واي سويت شغلات انجازات. اكيد كلش ممتاز، يا رب ان شاء الله الله يوفقك. واحكي لي العشاء شبعتي؟ يعني مو جوعانه كلش. بس كنتي صايب؟ كان كلش طيب. اهم شيء طيب، واهم شيء راضين على هاي التفاصيل. اللي يهمنا راحتكم حياتي، هذا اللي اريده. اكيد سبتالي للمول ان شاء الله. ان شاء الله تشتري ان شاء الله. شنو ببالك تشتري؟ عندي كم نقوصات اكيد، يعني هنسوي شوبينج، ميك اب، ملابس، ميك اب ضروري، اشياء نواقص. اوكي تمام، اذا رح نلتقي ان شاء الله بالمول. زين ومن هسه قولي تصبحين على خير. حياتي انت بخير. كملنا وياكم مشاهدينا جولتنا لهذا اليوم، فحاليا من بعد المطعم راح ننتقل بكم للمول ونكفي وياكم اكثر تفاصيل عن هذه الجوله. يعني الانسان دا يودي نفسه باتجاه انه انت كل مره تبحث عن تجربه ايجابيه جديده، ما معناها انه انت ما راضي
عن القبلة. فبالتالي انت لما ما تكون راضي على واقعك احيانا عليك ان ترضى بما انت عليه. هنا اكو قصة ممكن تشرح هذا الموضوع. عملية الحصول على القوة والوصول للقوة ما معناها هو اساسا انه انت اشتغلت حتى توصل للمكان اللي وصلت اليه. عملية الحفاظ على الشيء هو اصعب من عملية الوصول اليه. ولهذا الانسان لازم ما يوقف، لازم انه يستمر. ولهذا الايجابية هي تتميز بعادة يسموها ديناميكية، يعني بها استمرارية ما توقف. انه مو انا ايجابي اليوم حتى اصير ملكة جمال، من اصير ملكة جمال افقد هذا العنصر، بالتالي لانه راح شو يصير عندي؟ راح اي يعني لا ارجع، بعد ابدي ارجع، لانه من توصلين ملكة جمال لازم تفكرين انه شلون تصيرين ملكة جمال العرب، لازم تصيرين ملكة جمال العالم، ملكة جمال الكون. طيب اكو سؤال كلش مهم، انت ليش تريدين تصيرين ملكة جمال؟ لان شي ترى تساعد الفقراء، الفقراء ما يخلصون منا اليوم القيامة. فبالنهاية الموضوع هو دائما مستمر ديناميكي. إذن مشاهدينا متواصلين وياكم بجولاتنا في داخل أربيل لمسابقة مس عراق 2021. حاليا راح نشوف شنو هي ورشات التدريب يلي يقوم بإلقائها أستاذ مهند شهيد، ومسؤول عنها يقوم بإلقائها لجميع المتسابقات. وحاليا معنا يعني أستاذ مهند، مرحبا. مرحبا سيدي، لك الصحة والعافية على التعب والمجهود اللي تقوم به على مدار أيام عديدة سواء في بغداد أو في أربيل. شكرا لكم، شكرا لقناة الرشيد اللي هي الراعي الرسمي للمسابقة. طبعا اكو جزئين بالمسابقة، جزء يتعلق بالجمال والميك اب وكل هذه الاشياء لها ناس المختصين، بس ارتئينا انه يكون هناك جانب تنموي بالموضوع، انه نقدر قادرين على اكساب الفتيات بعض المهارات الشخصية، المهارات اللي تساعدهم ان يكونوا قادرات على ايصال رسالتهم المجتمعية. اهم هذه المهارات مثلا الاتيكيت، البروتوكول، مهارات الاتصال، التعامل بايجابية مع الاشياء، التفكير الابداعي، بحيث انه يكون التفكير الابداعي قادر على ان يكون بديل عن مستوى الذكاء العالي وينافسه بهذا الموضوع. فهذه التدريبات نعطيها من خلال ورش تتخلل المخيم التدريبي الخاص بهن، وده نحاول بكل ورشة انه نعطيهم مهارة او مهارتين تساعدهم على هذه المهمة. لحد الان كم ورشة قمت بإلقائها على المتسابقات؟ يعني تقريبا هو ايام المخيم صار له 4 ايام، كل يوم كان عندنا ورشة صباحية ورشة مسائية، تقريبا لحد الان ماخذين 5 او 6 مهارات. نقدر نتكلم عنها للمشاهدين باختصار؟ أهم المهارات اللي حاولنا أنه نكسبها للفتيات هي المهارات اللي تتعلق بكيفية التعامل مع الآخرين. يعني إحنا نركز على مهارات الاتصال، نركز على مهارات الاتيكيت، مهارات البروتوكول، وعندنا في الشيء مهارات الاتصال اللي هو الرسالة. كل ملكة جمال المفروض لما نقدم عليها شنو من المسابقة أن تكون قادرة على إيصال رسالتها للمجتمع. فهذه الرسالة توصل للمجتمع المفروض من خلال المشاريع اللي هم يكونون ينافسون بها بعضهم خلال اللجنة مع اللجنة الحكم. المشروع شلون ينكتب، شلون يصمم، شلون أنه نكون قادرين على إيصاله والحصول على تمويل له، هذه مهارة نحاول أنه نعلم لهم إياها من خلال هذا المخيم. ممتاز. بكل صراحة أستاذ مهند، على مدار هذه 4 أيام مسؤول أنت عن ورشات التدريب، شنو أهم النقاط الإيجابية والسلبية اللي شفتها بالمسابقات بالإضافة للاستجابة، استجابتهم للتدريب؟ أنا أعتقد هذه النسخة هي تختلف عن النسخ الباقية. إحنا في الطريق للوصول إلى المستوى اللي يكون مقبول مجتمعياً. الآن المسابقة تضم خلينا نسميها قليعة مجتمعية، عندنا طبيبات، عندنا دكتورات، عندنا مهندسات، محاميات، فنانات. بدت انه المسابقه تجذب الفتيات اصحاب الشهادات، عندنا من خارج العراق جوي للعراق وعلى نفقتهم الخاصه للمشاركه بالمسابقه. هذه الرساله الاجتماعيه تساعدنا انه احنا نبقى نحاول ونحاول ونحاول من اجل ايصال صورة الحياة الحقيقية في بغداد، رغم كل الألم، رغم كل المعاناة اللي نعيشها، نحاول أن تكون هناك طليعة مجتمعية تظل تحافظ على دوران عجلة الحياة بالبلد.
وبما يخص الأمور السلبية اللي وجدتها بالمتسابقات وتحاول تعمل عليها وتعمل على تحسينها. يعني عادة اللي عالم الجمال بحد ذاته يكون أكو مشكلة بالنظر إلى الأمور. المخيم واحد من الأشياء والأهداف اللي خلاها إلى أنه تكون الهدف جمال تسخيرة لقضايا مهمة وليس من أجل الشهرة ومن أجل أنه تسخير الجمال بأشياء ثانوية. لا، المفروض الجمال عنده رسالة مجتمعية قادر على إيصال رسائل، لأن باعتبار أنه الجمال له صدى وله يعني قبول إيجابي من الناس يسهل من عملية فهم الرسالة، وهذا اللي نحاول نسويه. أستاذ مهند شكرا جزيلا لك وعلى كل التفاصيل الأمور اللي تقوم بها للمتسابقات ما قصرت على مدار هذه الأيام. شكرا لكم، شكرا لقناة الرشيد، وإحنا شاكرين اهتمامكم بهذا الموضوع. ممنونين، شكرا. هذا واجبنا. شكرا. صار من الضروري مشاهدينا أكيد نعرف رأي المتسابقات وأهم الأمور يلي استفادوا منها في ورشات التدريب على مدار أيام عديدة واللي يقوم بإلقاها أستاذ مهند شيت. حالياً هي يعني المتسابقة سيما، ومن خلالها راح نعرف شنو الأمور اللي أكيد تعرفتها من خلال هذه الورشات. مرحبا سيما. هلا حياتي، شلونك؟ أنا بخير، أنت شلونك؟ الحمد لله على سلامة. وصلكم لأربي مرتاحة إن شاء الله؟ كلش مرتاحة. تخيلي نمت وقعدت ساعة بسبعة ونص الليل، تخيلي أنه كأنه سبعة ونص الصبح، أحد بدلت وأجي. ممتاز ممتاز. فكرت أنه عندنا اليوم ورشة تدريب، تمام؟ استفادينا هواية من الدورات اللي أخذنا، أنه كيفية تطوير الذات، تمام، أنه وأيضا تحقيق الأهداف، شلون تكون إيجابي أنت اليوم. أي وحدة بينا، أي متسابقة تكون ملكة، لازم تعرف أنه شلون توصل رسالتها. فأخذنا أنه اتصال، أنه شلون تكون يكون اتصالاتك ويا الجميع ويا اللي يحيطون بيك، شلون تكون إيجابي، شلون تبني علاقاتك، شلون تطور من نفسك، شلون تحقق أهدافك. فأستاذ مهند تعلمنا من عنده هذا الشيء. أحيانا هو بعض الأحيان هو قاسي، بس هو لا كلش أوكي. هذه القساوة لمصلحتكم أكيد طبعاً. بالتالي وما تزعلوا منه. أكيد ما نزعل من عنده، لأنه لو لا هذا القساوة ما نلتزم إحنا أكثر وأكثر ونحب المادة أكثر وأكثر. شنو الفرق بسيمة أو بشخصيتها وباقي هذه الأمور في السابق عن الآن من بعد ورشات التدريب؟ شنو اللي تغير بيك؟ تغير بي شيء واحد، أنه يمكن ما حلو إذا أقوله همينة، بس أنه تعلمت خلال اختلاطي انه احنا ما لازم نثق بالناس نهائيا، وشي مو حلو. قلت لك اياها من بعض الاحيان، صح، لازم بعض الاحيان، بس انه انت ما لازم يكون عندك قلب طيب دائما، لازم تكونين كلش جديه وحاده بالعمل ويا اللي حواليك. تعلمت انه اصبر، تعلمت يصير عندي طلاعة أكثر، تعرفت على ثقافة المحافظات الأخرى، يعني كل واحدة من محافظة نتعلمت شون إنهم دا يعيشون، شون الأكلات اللي يحبوها، شون العادات والتقاليد اللي عندهم. فكلش حبيت هالشي، لأنه أنا ما ممكن من يوم من الأيام إنه ألتقي بوحدة من النجف، اليوم التقيت بيها وقعدنا ونقعد سوية من سابقات من جميع المحافظات طبعا. فهذا الشيء كلش حلو، انه عندنا متسابقات عايشات برا، هي عراقية الاصل بس عايشة برا، فانه بدها تحكي لنا المعاناة اللي هم عندهم برا والاحباط اللي يصير، بس رغم هالاشياء كلها هم لا جوي هنا ودا يريدون يثبتوا نفسهم. حلو. سيما اريد اعقب على موضوع يعني حتى نفهمه بصورة صحيحة ولين يفهم كلامك بصورة خاطئة. شنو السبب من بعد دخولك لهذه المسابقة؟ ذكرتي بأنه الثقة لازم تكون إلها حدود، أو بالأحرى أنه أنت بعد ما تثقين بأي كان. يمكن أحياناً إحنا نحكي حشي أنه إحنا دنفكر دنسوي شيء زين، تمام، لكن المقابل ينفهم بصورة خاطئة للأسف. يمكن أكو بعض المشتركات لحد الآن أنه ما وصلوا للعمر مطلوب انه تكون بنت تشتغل وتعرف تشتغل، يمكن نضوجي اضوج مدى تعرف ناضجه، قصدي نضوج، من بعدها ما واصله مرحله الرشد، يعني مو واعيه كلش،
يعني مرت باختبارات الحياة القاتلة للأسف الشديد، يعني للأسف الشديد. يعني خلي لا ننسى أنهم يعني الفتيات يعني بأعمار جدا صغيرة، أخواتي وإحنا كلنا أخوات، بس هذا الشيء أنه اليوم أنت تكونين ملكة جمال العراق، يعني إذا أنت ما تعرفين تتصرفين ويا اللي حواليك فباكر عقبة شلون تتصرفين ويا الناس البرة، شلون أنت تسوين نشاطات مدنية برة، شلون تقدرين تساعدين الناس. فإذا أنت يعني ما قدرتي تنسجمين ويا اللي موجودين هنا شلون راح يكون انسجامك برا؟ فيحتاج لانه وحده تكون واعيه وراجده ومشتغله وتعرف شنو الحياه، تعرف تنطق، يعني اقلها تكون لبقه بالكلام. ولهذا بنشوف دورات او ورشات تدريب مكثفه حتى يشتغلون على هذه النقطه السلبيه عند كل فتاه تعاني منها. صحيح استاذ مهند، دا يتعب ويانا، دا يعيد ويعيد ويعيد، صح اكو انه دا يستجيبون وكلنا دا نستفاد يوم بعد يوم، انه دا نحب الدوره اكثر. فشكرا له لانه تعلمنا من عنده اشياء. الناس يدفعون فلوس حتى يقعدون يتعلمون، وانتم بشكل مجاني. اكيد احنا بشكل مجاني ويا شخص كلش محبوب، يعني انه احيانا قاسي احيانا لا يضحك ويانا، ومن قساوته انه احنا بالعكس نتعلم، لانه لازم نتعلم ولازم يكون قاسي حتى احنا نلتزم. شكرا لي سيما، تحية قناة الرشيد اللي دائما موجودين هنا ويانا وتعبناكم. هذا واجبنا واحنا دائما نواكب هذه التفاصيل اول باول. شكرا لكم. ها واريد اذكر شيء، اذا اكو تصويت بالنهايه يعني بليز 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 صوتونا، مو صوتونا، صوتونا شنو، صوتوا لي الي ان شاء الله. باي باي، بديكم تستحق تكون ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك، شكرا حياتي، شكرا. حاليا ويانا المتسابقه ريان ايضا راح نعرف من خلالها من التفاصيل اللي استفادتها من خلال ورشات التدريب. مرحبا ريان. مرحبا، شلونك؟ زينه، شلونك؟ الحمد لله اني تمام. حابين ناخذ رايك بورشات التدريب اللي يقوم بإلقاها استاذ مهند شهيد، نسمع من عندك وبعدها عندي سؤال كلش مهم. تفضل. تمام، شكرا. من بكور دي قصاكم من خم لبرينا زناوي شاجواني استيماني بدل زينه ولبر اس هي بكور دي قصاكم وزور سباس كيوا ليران هم الرجل اللي قال مان هلاك من روجانا اما تمرين مان هيا واتا راهنا مان في اكا استاذ مهند كسروي كتون قصب كين كتون بهز بين كتون بلين سكيلز مان هبا كتون بردوام بنا ثقه بنفسا ثقه بنفسنا وتون بتوانين كتعامل لقل دورو بربكين وتون اوشتانا مان في ركا كروجانا في ميست مان في ايدي وروجانا بشويكي قشتي اما لبانيان زو هلسين حتى شوان درنك بلين شونلي جدول مان هي بفي جدولة كان بريو اتشين سرطة لبانيانا كان كدس بيكين بدرز بدس دس بيكين ودواتر ناخوالن مان هي تمرين مان هي ودواتريش زوجتي تريش مان هي وروجانا بفي جدولة كارين بريوه. ريان تكلمت بالكردي، عندنا متابعين هواية عرب والأكراد على عيني وراسي بس محتاجين ترجمة. طبعا تعالي سيما اسعفينا انقذينا. هلا، شلونكم؟ طبعا هي ما شاء الله عبالك شنو انت بالعراض يوم من الصبح. احنا نريد الترجمه الكلام اللي قالتها. اول شيء قالت انه انا راح احكي باللغه الكرديه لانه اني من سليمانيه. وقالت احنا بدنا نتعلم هوايه من استاذ مهند، كل يوميه بالليل ننام من وقت، الصبح بدنا نقعد من وقت حتى نجي ندخل الدوره ويعلمنا شلون نحكي، شلون نتصرف ويا الاخرين، شلون يكون تصرفاتنا. وبعد شنو قالت؟ وتم دواتر فير معنا كان كتون تعامل بكين شون بتوانين أقرب ببين بمس شون بتوانين يرمتي خلق بين وأوش تانا جين كأبي فيري ببين. تقول انه استاذ مهند يعلمنا احنا اذا صرت ملكه العراق شلون اتعلم ويا الناس، اذا اطلع شلون اتصرف، شلون اساعد الناس، فهذه الاشياء اللي تعلمناها. اذا انا اريد اسالك ريان، اليوم استاذ مهند ركز على تفاصيل كلش مهمه من خلال ورشات التدريب، لكن اليوم شنو ببالك ممكن تكون ورشه يتم تسليط الضوء عليها واخذها من قبل استاذ مهند اللي انتم محتاجيها اليوم كمتسابقات، اذا مو انت فبقيه المتسابقات اللي محتاج بشخصيتهم باقي التفاصيل ممكن يتم العمل عليها. اي وتيكا ترجمت بوكم الله يا تو اجر تو نبي الله اوبرج دارواني كهان شي كم كورتيه كبيني للشخصيات، يعني اي شيء لسر بكري، يعني استاذ مهند اي شيء لسر بكا كفيري بن، يعني بون من اسلام انا زين تبوت وتم هندي كسيجار منالن ايش يعني انك دولة دروا راستا راستيكي شتيك هي او سي ماج اماجي بي او كزوزور جرينغا
ثقافة وشهادة زوزور جنينجا بوميس أبيها بيت أقرتو بون منا بجداري أم بروسيات كردوا هيش كام بو ثقافة أو شتيك بيون دي بشخصيتي كسكان خوانو هي بلام شهادة شتيك أبي بدستي بيني أبي هد بيت نابي واز بيني خويندن و إديوكيشن زوزور جنينجا لبر أو أقرتو ثقافة ويان شهادة نبي أقر دنيات نبيني بي أقر بزور إكسبرينس عن رشد بخبرة نبي نتواني بونا لبروسيسي كي أوا قوريا ساركوتو بيت. ده تقول الثقافة والشهادة شيء كلش مهم، يعني البنت اليوم يعني أوكي الثقافة شيء شخصي، إنه لو حتى ما عندها شهادة إنه تقدرين تكونين مثقفة، تقدرين تتعلمين الأتكيت، بس الشهادة شيء كلش مهم. بالضبط تقول مطلوبة، أنت اليوم تاخذين لقب كبير كملكة جمال العراق، لازم يكون متواجد بيش الثقافة وتكونين أنت دارسة وعندك الشهادة، لأنه أنت حتمثلين اسم بلد وهذا الشيء مو قليل نهائيا. هذه الترجمة ولو ما جاوبت على سؤالي اللي هو ورشات التدريب حاليا. بالضبط. قلت شي كم كورتيا كبيني لك سكان من اول ابينم كبيوست كانك لك سكان ثمانيا زور من على وهي اكسبيرينس كان وازور يعني نبي نيونرج يعني انا استاذ مهند ايش اي وي او ام بيبشان با بماوي كم كاتوانيت شيب كاتكاتك ابو بمز كام اكسبيرينس شي نبي كشنيه بلام اتوانين حليبكين بلام اما تشيا استاذ مهند ابي اشي كزيات اللي سلمانه بكوك لوانك الشهاده دان وثقافه يعني تقول عندنا بعض المتشارك يعني المشتركات عمرهم قليل ما عندهم اكسبيرينس وبعدهم ما مخصصات الجامعه همينه تقول فذول يحتاج لهم وقت هوايه انه يشتغل عليهم استاذ مهند، مو مثل ما انه احنا اللي عندنا شهادات ومتعلمات ومشتغلات انه نستوعب اكثر. تقول هم صح يستوعبون بس ما عندها الخبره، مختصرين الطريق على استاذ مهند، البقيه لا يحتاج اي فيحتاج لهم خبره، لازم يكون عندهم خبره بالحياه، خبره عمل، خبره انه شلون تتصرف. فللاسف للاسف للاسف انه عندنا احنا العمر كلش صغير، يعني 2004 ما مؤهلة بعدها. شوفي احنا ندخل هذا العالم انه انت اليوم تمثلين بلدك مو شيء مو قدير، يعني من تكونين انت ممثلة لهذا البلد يعني لازم عندك مسؤولية كلش كبيرة، يعني اقلها لازم تكون مشتغلة بمكان، مو رأسا اول ما جتي ودخلت العالم الشغل انه تدخل كهيج مسؤولية تاخذ، كلش صعبة. ريان شكرا جزيلا لك، سيما تعبنات، شكرا صحة سيما حسنات الزور قشتي الزور جاني الزور شيريني الزور زور قلت لها انت تغزل بي اللي هذا فهمت قلت لها كلش حلوه كلش محبوبه كلش راقي ومثقفه حبيبي باي باي هلا باي باي. احلى شيء يقولون والله العظيم المقدمه احلى من المشتركات، احنا بنعرف كلش جميله بس ما اعرف هي ليش ما مشتركه، كل وحده لها جمالها. حبيبي تسلمين باي باي هلا إذا مشاهدينا الكرام حاليا ويانا متسابقة جديدة، بالبداية راح تعرف عن نفسها وبعدها ناخذ رأيها بورشات التدريب اللي يقوم بإلقاها أستاذ مهند شهيد. مرحبا. يا أهلا وسهلا. شلونك؟ تسلمين حبيبي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك تسلمين. عرفوا المشاهدين على حضرتك باختصار. فيحاء غانم هادي، طالبة مرحلة رابعة إدارة أعمال جامعة التنمية البشرية في سليمانية، ممثلة قرميان. يا أهلا وسهلا بك. يا مواليد فيحاء؟ مواليد 2000. كلش صغيرة. تسلمي. العمر كله يا رب. تسلمش قلبه تسلمي. انتي متواجدة على مدار أيام من بداية المسابقة ولحد الآن تتواكبين كل الأمور، الورشات التدريب، البرامج اللي يقومون بها مس عراق، فأحكينا عن رأيك بورشات التدريب، شنو اللي استفاديتي من خلال هذه الورشات؟ والله برأيي لحد هذا اليوم كانت تدريبات كلش ناجحة، تدريبات كلش حلوة، الشيء اللي إحنا نعرفه دي يحاولون يطوروه، دي يحاولون يزيدونا عن المهارات اللي إحنا عندنا دي يزيدوها بالتالي إلنا، حتى لما نوصل للنهائي تكون إنه عندنا ثقة كاملة، حتى لما نوقف نكون يعني فول ثقة فول مهارات، يعني بالتالي أقدر عن رأيي إنه أقول مهارات كلش ناجحة. طبعاً بفضل أستاذ مهند خطأ، يعني أحاول من خلال هاي القناة أقدم شكري إله لأن هو ده يتعب إلنا وده يتعب ويانا خطأ، فكانت بالنسبة لي مسابقة تدريبات كلش ناجحة. ممتاز. اليوم هواية من ورشات التدريب اللي قام بإلقائها لكم أستاذ مهند وتطرق لها، لكن اليوم
لحضرتك فيها أو بقية المتسابقات تشوفين شنو من الضروري ورشة تدريب يقوم بإعدادها وتقديمها لكم أستاذ مهند يلي أنتم محتاجها بعيدا عن كل المواضيع والورشات اللي قام بالتطرق إليها. عن وجهة نظري أشوف أنه قصدك أنه اللي لازم راح يقدم لنا إياها. والله شوفي هو كل متسابقة جاية لها قدرات خاصة بها لها مهارات خاصة بها. فأني عن وجهة نظري أشوف أنه حاليا هو اللي دا يعلم لنا إياها الإيجابية الزايدة والثقة بالنفس الزايدة اللي أنه إحنا ما يصير أنه نقارن نفسنا أنه مثلا قالوا هيك شيء عن المسابقة أو هيك شيء عن المسابقة تقارن نفسك بالفتيات الأخرى يعني متسابقة أخرى. بالتالي إحنا كليتنا كل واحدة لها جمالها الخاص كل واحدة لها شخصيتها الخاصة. وعلى طاري الجمال فيحاء كانت كلش خايفة تقول أني ما مرتبة مو مخلية مكياج قلت كلش تخبلين. هو هذا اللي مطلوب فيحاء تكونين على الطبيعة بهذه اليوم ثقتك بنفسك اليوم خلتك تكونين بهذه الصورة ما مخلية ميك اب مجرد هذا الشيء جدا فخورة بهذا الشيء يعني أنا مو بس هنا هاي طبيعتك كلش طبيعتي أصلا هسا أنا بالنسبة لي هذا مكياج شوية مو هواية. وين هو تصورين إنه أروح للجامعة بدون مكياج يعني حتى كانوا يقولوا لي بالجامعة فيحاء فديوم خليش مثل باقي البنات سوي شعرك في اللي شعرك دائما لا مقتنعة وحابة نفسك متصالحة معنا تخرب بهذا الشيء بالضبط يعني شيء حلو. فيحاء شكرا لك نتمنى لك كل التوفيق. الله يسلمك وشكرا لكم همنا قناة الرشيد تسلم حبيبتي. Center coming undone, I'm in dirt, circles and